الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله عز وجل هذا اللقاء عن دخول الميت الحمام في المنام. إذا رأى النائم في منامه أن هناك شخصا ميت موجود داخل الحمام والله أعلم، وكان صاحب الرؤيا غير راض عن أن الميت موجود داخل الحمام، ربما تحتمل أن يكون إشارة على وجود دين على هذا المتوفى والله أعلم، حيث تدل الرؤيا على رغبة الشخص الميت في سداد صاحب الحلم لديونه. يعني صاحب الرؤية لو شاف ميت في الحمام، الميت ده عاوز صاحب هذه الرؤية هو يسدد ديونه عنه والله أعلم. بينما رؤية شخصا ميت داخل الحمام وكان صاحب الحلم غضبان والله أعلم، يحتمل أن تكون إشارة على توزيع الإرث بشكل صحيح والله أعلم. رؤية دخول الرجل الحمام في المنام دليل على قلق صاحب الحلم إن كانت امرأته، ولكن هذا القلق سيزول والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء في منامها أنها تدخل الحمام ثم تتبرز فيه والله أعلم، تكون إشارة أنها فتاة عفيفة وشريفة. بينما رؤية المرأة الحامل في منامها أنها تتبرز والله أعلم، تكون إشارة على اقتراب موعد ولادتها، كما تدل الرؤيا والله أعلم أن صاحب الحلم يتمتع بسمعة جيدة بين الناس. وإذا رأى الشاب الأعزب في منامه أنه يتبرز داخل الحمام والله أعلم، تكون إشارة على التخلص من بعض الهموم البسيطة والمشاكل، كما تدل الرؤيا والله أعلم على أخبار سعيدة في طريقها للوصول للرأي. إذا رأت المرأة المتزوجة في منامها أنها دخلت إلى الحمام وقامت بالتبول، رؤيا غير محمودة، خاصة إن كانت تلك المرأة في الواقع تعيش بسعادة والله أعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.